دائما ما نسمع إن وأخواتها، تنصب الأول ويسمى اسمه، وترفع الثاني ويسمى خبره. لكن عزيزي التلميذ، هل كنت تعلم بأن لإن وأخواتها أخت صغرى تعمل نفس العمل؟ كيف ذلك؟ تابع معي. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر ربح عبر قناة الأستاذ ناجح، التلميذ الثالث متوسط. نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية. بقية الدروس والفروض والاختبارات تجدون رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. لا تنسى دعمنا بالضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو. منذ قليل قلنا أنه توجد أخت صغرى لأن وأخواتها تعمل نفس عملها. من هي؟ أكيد تعرفتم عليها، وهي كتبت بلون مغاير. عندي لا بخيل محبوب، لا تلميذ غائب. ما معنى تعمل نفس العمل؟ هذه تسمى أولا اسمها لا نافية للجنس، نافية للجنس. بما أنها تعمل نفس عمل إن وأخواتها، فالأول يسمى اسم لا، والثاني يسمى خبر لا. وأكيد فالأول منصوب والثاني مرفوع، الأول منصوب والثاني مرفوع. لكن قد تسألني يا أستاذ، هل كل ما أجد لا في الفقرة أو في النص أو في الجملة أحكم عليها لا نافية مباشرة؟ أكيد لا. كيف تعرف ذلك؟ وجب عليك أن تفهم ما معنى لا نافية للجنس. أولا أقول لا نافية للجنس هي أولا عبارة عن حرف ناسخ، لأنها ماذا؟ تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها، تعمل نفس عمل إن وأخواتي، فهي حرف ناسخ. أيضا الحرف الناسخ هذا ينفي الخبر عن جميع أفراد الجنس. ماذا؟ ينفي الخبر عن جميع أفراد الجنس. ما هو الجنس الذي أتكلم عنه؟ لو سألتك عزيزي التلميذ، هل بخيل هذا البخيل هل هو شخص واحد؟ هل هذا التلميذ هنا هل هو شخص واحد؟ أكيد لا. كل الأشخاص الذين يتصفون بالبخل فهم غير محبوبين، فالبخيل هذا هو عبارة عن نوع يتصف به أشخاص كثر، وتلميذ هذا عبارة عن نوع أو جنس يتصف به أشخاص كثر وليس شخص واحد. فهنا لا نافية ماذا فعلت؟ نفت كلمة محبوب عن البخيل، يعني أن كل البخلاء غير محبوبين، وأن كل التلاميذ في هذه الجملة غير غائبين، نفت عنهم ماذا؟ الغياب. فأقول البخلاء نوع، نفت الحب عن كل البخلاء، ونفت الغياب عن كل التلاميذ. ما هي شروط لا نافية للجنس؟ عندها ثلاثة شروط، تابع معي. أولا سنتعرف على الشروط ثم ننتقل إلى ماذا تعرفنا على عملها، ثم سننتقل وما معناها، ثم سننتقل إلى شروطها. شروطها ثلاث، سنأخذ في كل مرة شرطا ونشرحه. الشرط الأول، يجب أن يكون اسمها وخبرها يجب أن يكون نكرة، يجب أن يكون نكرة. كيف ذلك؟ تابع معي. بخيلة، هل هي نكرة؟ أكيد اسم لا هنا نكرة. محبوب، هل هو نكرة أم معرفة؟ أكيد نكرة. إذن عندي الاسم والخبر نكرة مباشرة. تلميذة، نكرة أم لا؟ نعم. غائب، نكرة أم لا؟ لا يمكن أن أقول لا التلميذة
غائب. لو كان هنا معرف فهذه ليست لا نافية للجنس. عندما يكون هذا أو هذا معرف فهنا لا يمكن قول أن لا هذه نافية للجنس، بل يجب أن يكون نكرة 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 نكرة. الشرط الثاني أعزائي التلاميذ وهو كالتالي، ركز معي في الشرط الثاني، أن لكي تكون لا نافية للجنس أن لا يفصل بين لا والاسم كلمة أو لا يفصل بينهما. هنا مباشرة عزيزي التلميذ، هل فصل بين لا وبخيل بكلمة؟ هنا هل توجد كلمة بينهما؟ لا. هل توجد كلمة بين لا وتلميذ؟ لا. فإذا هذه لا نافية للجنس. سأعطيك مثال لكي تفهم، مثال معاكس، أقول لا بيننا، لا بيننا قوي، لا بيننا قوي. هنا فصل بين لا وقوي وهو الاسم بكلمة وهي ظرف، بيننا هي عبارة عن ظرف. أيضا بما أقول يمكن الحكم على لا هذه بلا نافية للجنس. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين الاسم بماذا؟ بكلمة، فهذه ليست لا نافية، وهذه لا لا عمل لها، لا عمل لها، ليست لا نافية للجنس، وهو ألا تسبق أن لا يسبق بحرف جر، ألا تسبق بحرف جر. مثال عن ذلك، سافر الرجل بلا زاد، سافر الرجل بلا زاد، ألا تسبق بحرف جر. عندما أقول سافر الرجل بلا زاد، هنا نلاحظ أن الحرف لا سبق بماذا؟ بحرف جر. هل أقول أن هذه لا نافية للجنس؟ لا لا وألف لا. لماذا؟ لأنها سبقت بحرف جر. أعيد الشروط الثلاثة لكي تكون لا نافية نافية للجنس. يجب أن يكون الاسم والخبر نكرة، ألا يفصل بين لا والاسم بكلمة. كلمة قد تكون ظرف مثل ما قلت، لا بيننا، بيننا فصلت بين لا والاسم. هنا ألا يفصل، وأيضا عندي كلمة الشرط الأخير ألا تسبق بماذا؟ بحرف جر، مثل هنا هذه ليست لا نافية للجنس. الآن ننتقل للإعراب أعزائي التلاميذ، كيف أعرب لا نافية للجنس وما بعدها من اسم وخبر؟ لكي نثبت ذلك وجب علينا أن نعطيكم أمثلة. لا طالب مهمل، وأيضا مثال إضافي، لا معلمين مهملون، لا طالب مهمل، لا معلمين مهملون. جيد. أولا لو سألتك عزيزي التلميذ، أو سأعطيك مثالا آخر، لا طالب علم، لا طالب علم مقصر، لا طالب علم مقصر. عزيزي التلميذ،
ما الفرق بين طالبة جاءت بعد وهنا معلمين؟ معلمين كلمة معلمين جاءت بعد لا، وهنا بعد لا ماذا جاء؟ جاءت كلمة طالبة ومعها كلمة علم، لم تكن لوحدها، هذه لوحدها وهذه الكلمة لوحدها، أما هذه جاءت معها كلمة أخرى. عندما يكون عندي الاسم على شكل كلمة واحدة، كلمة واحدة، فإعرابها كالتالي: مثلا عندي كلمة، عندي الكلمة التي جاءت وحدها وحدها طالبة ومعلمين، طالبة وكلمة معلمين. أولا إعراب لا ثابت، فأقول لا نافية للجنس، أو أقول حرف نفي للجنس مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أما كلمة طالبة أقول طالبة اسم طالبة، طالبة اسم لا نافية للجنس ما به مبني على ماذا؟ استمع جيدا، على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب، وأضع نقطة. أيضا مهمل خبر لا نافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أعيد، مهمل خبر لا نافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، لا يوجد مشكل بالنسبة للخبر. الآن ننتقل إلى كلمة معلمين، لا يبقى نفس الإعراب، معلمين اسم لا نافية للجنس مبني على معلمين، هل هي كلمة تدل على الإفراد؟ لا أقصد به كلمة واحدة، لكن هي كلمة واحدة معلمين، لكن هل تدل على مفرد؟ لا عزيزي التلميذ، هي تدل على الجمع، جمع مذكر السالم، وعلامة نصب جمع المذكر السالم هي ماذا؟ هي الياء. إذن أقول مبني على الياء في محل نصب، في محل نصب. جيد، الآن ننتقل إلى مهملون خبر لا نافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر السالم. الآن ننتقل إلى طالب علم، هنا طالب علم جاءت على شكل مضاف ولم تكن كلمة واحدة مثل طالبة ومعلمين، لم تكن كلمة واحدة بل جاءت على شكل مضاف. كيف تعرب؟ بكل بساطة سهل جدا، طالبة تعرب اسم لا نافية للجنس، ممكن أن تقول اسم لا نافية منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بن إعراب هذه كاملة، لا قضية كذاب. أعزائي التلاميذ، جملة ثانية، تن إعرابها جملة كاملة وإعرابا تاما. دمتم في رعاية الله وحفظه. أعزائي التلاميذ، لا تنسوا الضغط على زر اللايك، نشر هذا الفيديو، بارك الله فيكم.